حياكم الله مجددا في هلا بالعرفج. يعني مع فترة التوقف بس أظن أنه فقرات البرنامج محفوظة في الأذهان، نذكر فيها أنه إحنا كنا مع حزمة فرح وخبر الأسبوع. الآن بناخذكم إلى فقرة مزايين الكتب وبرواز. فقرة مزايين الكتب بالعادة نعرض فيها أحد الكتب، يتحدث مؤلف هذا الكتاب أو أحد المختصين عن هذا الكتاب، وبعدها نسمع تعليق من الدكتور أحمد العرفج عليه. الكتاب الذي سنستعرضه اليوم واحد من الكتب المهمة، مؤلفه رحمه الله أحد الأشخاص المهمين والراسخين في تاريخ الكتابة والثقافة والفكر، ومن سيحدثنا عنه أحد الشخصيات الكبيرة جدا في مجال الثقافة والأدب والشعر. الكتاب هو الوزير المرافق الذي ألفه الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، وسيتحدث عنه الدكتور النبيل جدا فواز العبود. نتابع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في برنامج يا هلا بالعرفج، وعيدكم مبارك، أسأل الله أن يتقبل من الجميع. معي هذا اليوم كتاب الوزير المرافق للدكتور غازي القصيبي رحمه الله. هذا الكتاب الشهير أو الكتاب الذي ربما يسمع عنه بعضكم، يحكي تجربة الدكتور غازي مع الزيارات الرسمية مع الملوك منذ أيام الملك خالد والملك فهد والملك عبد الله في هذه الرحلات التي قام بها، كيف أن هذه الرحلات الرسمية كان يكون بصحبة هذه الوفود، ويروي ما الذي مر به ويحكيها بأسلوب سردي حكائي محبب وفيه شيء من التلقائية. قابل رئيس أمريكا، قابل رئيسة الهند، قابل رؤساء وقابل وزراء وقابل مسؤولين كانت ربما الصورة حولهم ضبابية غائمة، استطاع بأسلوبه أن يبين أنهم أناس تلقائيون، في النهاية بشر، ينتابهم ما ينتابنا، فيهم بدائيتنا، فيهم بساطتنا. فالأمر الكتاب يتميز بهذه المزية. لا نعرف عوالم هؤلاء الساسة، هو قربها لنا، كيف تداخل مع الرئيس الأمريكي، كيف تداخل مع الرئيس الفلاني، ما المشاكل التي يواجهها، كيف يبث همومة، أمور حقيقة جديدة في مثل هذه المصنفات، ما عرفنا مؤلفا تطرق لمثل هذه الأمور بمثل هذا الوضوح. الكتاب جيد، أنصحكم بالاطلاع عليه، فيه تجربة جديدة ثرية وموفقة. أسأل الله لكم التوفيق ونلتقيكم على خير بإذن الله. شكرا حقيقة للدكتور فواز اللعبون أكثر من كم مرة، يعني شكرا لتجاوبه الدائم مع دعوات يا هلا بالعرفج، مع دعوات يا هلا لما يقدم ويثرينا به من محتوى. وكل ظهور للدكتور فواز اللعبون معنا في البرنامج أو في القناة هو إضافة حقيقية. كل الشكر والتحية والاحترام والتقدير له ثقافة وخلقا. تعليق عندك دكتور. برضه يكرر الشكر والله الفواز، وأنا دائما يعني أحب من يلتزم بالعمل، أحب من يلتزم بالوقت، لأنه هذه الصفة صارت ضنينة وقليلة، ويمكن أعاني أحيانا معك منها أنت بالالتزام في بما تفي بما تعد به. حرام عليك. طيب. يعني أنا أكثر واحد ملتزم معك. جزاك الله. صحيح. شوف فواز أيضا عنده التزام، إذا قال لي والله بالدقة يقول لي بكرة يا أحمد الساعة 9 حيكون على واتساب عندك، فأنا أشكره أيضا لقراءته، يقرأ بإلمام، يعني واحد أي. بعض الناس مثلا نطلب منه يروح يقرأ ملخصات تويتر ويجيبها لي، لا وإحنا وأنا عارف اللي قرأ منه. شوف هذا الكتاب إحنا تأخرنا بعرضه، ما تأخرت إلا زي ما يقولون البدو ما يبطي السيل إلا من كبره. الوزير المرافق أول شيء مهنة غريبة غازي القصيبي عرفها. طبعا السؤال المهم، هل يعني الوزراء عندهم تجارب؟ نعم عندهم تجارب، مو مثل غازي، مشابه الغازي، لكن غازي يفرق عن كل جيله السابق واللاحق أنه كان يكتب، وكان يكتب مذكرات يومية يضع رؤوس أقلام، وكان يكتب وكان جريء في طرحها، وأيضا القدرة في وزراء مثلا يشوف المشاهد ما يقدر يعبر عنها. غازي الله يرحمه قلم سيال. هنا في الوزير المرافق هو بالنسبة لي أضاف لي أشياء كثيرة والغيري طبعا،
انه احنا دائما نشوف مثلا ملك خالد الله يرحمه تسلم على اندرا غاندي، لكن ما ندري الحوار اللي دار، ما نعرف غاندي هذه بالبيت وش تسوي في المطبخ، هل تطبخ برياني ما تطبخ، رئيسة وزراء الهند. هو حاول يجاوب عن هذه الأسئلة أكثر من وصف القصيبي، أكثر من وصف معمر القذافي بدقة. لما نقول لكم معمر القذافي مهبول، لا هذا كلام سطحي، هو وصفه حطه، سأتكلم عنه بعد شوي. أيضا لمن هذا الكتاب؟ أنا دائما حين حطينا السؤال لمن هذا الكتاب، لمحب القراءة، لمحب السياسة، لرجال المراسم ورجال أيضا الخارجية، لأنه يعلمهم. مثلا هنا حط ثلاث أربع مشاكل بروتوكولية، لما جاء الملك خالد يزور بريطانيا ولا الملك فهد الله يرحمهم وكذا، كان في بروتوكول، لا ما يطلع رئيس الوزراء، لا يطلع، لا ما يطلع، لا ما، يعني الناس يعتقدون أن الملك لما يروح كذا، لا، هذه المراسم قبلها بشهر ترتبها، الكلمات، العشاء، عدد الضيوف. يقول لما يقول 9 سنين أنا بزور الملكة، ملكة بريطانيا، يقول 3 زيارات أروح وتجي الإخبارية أنه هي حتستقبل الملك خالد وأعضاء الأسرة المالكة فقط، يقول استبعدوني أنا محمد أبو الخيل، ما راح. تقول شوف هذا العقل الباطن، يقول دائما الإنسان يتحرى، يقول قعدت 9 سنين أنتظر إني حلمي إني أجلس مع ملكة بريطانيا عشان أسألها أشوف السيدة هذه الحديدية الغريبة. الكتاب طبعا مثري بكل ما فيه، بالصراحة اللي فيه، بحياته مع حبيب بورقيبة، بالنقاش اللي دار بينه وبين بورقيبة، باللذعات. مثلا الأمير ماجد الله يرحمه يسكن جنات النعيم، هذا الرجل ترى عنده لمحات ذكية ومثقفة، بس ما لقينا أحد، ليت واحد من أبنائه يجمعها. يقول لما زرت أنا كنت مع متران رئيس فرنسا وزير مرافق في الطائف، فسلمنا على الأمير ماجد، فقلت له أنا وزير مرافق مع متران، قال فعلا الحكومة عرفت تحط وزير متران، يبغى الرجل بطور متران زيك. شوف من الظرافة هاي. طبعا أنا قعدت مع الأمير ماجد الله وسمعت منه اللقطات هذه، دائما تجري حس الدعابة عنده عالي. أيضا من القصص الجميلة يتكلم عن كيف الحوار اللي دار بين الشيخ ناصر الشتري الله يرحمه أبو حبيب، لما كان مع الملك خالد في ليبيا ومع معمر القذافي، الجدل حول التاريخ الهجري والتاريخ المطالبة بالغاء. الكتاب ما يقدر العرفجة يختصر 5 دقائق، الكتاب تقضيه بجلسة واحدة صراحة. والكتاب يبين أيضا عظمة السعودية، لما تقرأ هنا كيف استقبال سيران ريغن، لما كيف راح لأمريكا، المباحثات، صفقات الأسلحة، يبين أن السعودية أو الدول الأجنبية تعامل السعودية ند وليس تابع، ند يعني صفقات الأسلحة بين السعودية وألمانيا قعدت سنوات ولا تمت، لأنه كل واحد مفسك برأيه. طبعا في حكاية قصة، إذا في مجال للحكاية حقول حكاية ظريفة هنا حصلت، وأنا أعتقد حتى لو ما في مجال نخلق مجال، يا سلام، ولو بس والله أنا أقول الكتاب ذا يقرأ. وأيضا غازي القصيبي يا أخي رجل للأمانة ما يحاول يتشفى من أحد، حتى وهو يدين الناس يحاول يبرر لهم. أضرب ما في الموضوع بس أختم فيه، اندرا غاندي، اندرا غاندي تعرف تحكم مليار، يقول أنا توقعت أن امرأة حديدية، يقول بس حدي سألتها عن زوج ولدها، يقول انفلتت كأي عجوز في أي قرية في العالم، هذا هذه ما تستحي زوجة ولدي، الله يصلحها، أنا قلت له، أنا قلت له، تقول أنا قلت لولدي لا يأخذ هذه، هذه امرأة كريهة، هو أصر، أنا خطبت لوحدة، يقول انقلبت إلى حموات بالضبط، ما كأنه هذا رئيسة وزراء الهند أبدا، يقول انقلبت، أنا نصحت ولدي بس ما يسمع كلامي، هذه امرأة سيئة وهي اللي تشوه سمعتي في المعارضة وتهرب أسرار. بس هذه قصة لا، أنت أضف إلى هذا كله أسلوب غازي القصيبي في الكتابة، وبالذات في هذا الكتاب يتجلى بشكل كبير جدا. نعم. طيب إن شاء الله في الحكاية نمد الحديث عن هذا الكتاب بالروح.